عايزه اسيب الشنطه. بقول لك سيب الشنطه. ايه حرام عليك، الشنطه فيها كتاب دين. بقول لك الشنطه فيها كتاب دين، ما تطلعيش الزمزميه. انت تعرفي ربنا انت. طب تعالي تعالي تعالي. انا جامد 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 جامد. عرفنا ان انت جامد 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 جامد. ايه يا عم مالك؟ شفت اللي حصل معايا يا نور؟ ايه اللي حصل؟ بسمرفت يا نور. مالها؟ رحت لها امبارح وواجهتها وقلت لها انا بحبك بحبك وعايز اتجوزك. وقالت لك ايه؟ قالت لي انا ما بحبش العيال. قلت لها انا مش مستعجل على الخلف. صح والله عندك حق. بص انا اتفرجت على حتة فيلم امبارح. فيلم ايه؟ عمر وسلمى. ده بتاع مين ده؟ تامر حسني وميس حمدان. ميس حمدان؟ ودي بتدرس ايه دي؟ بص انا هحكي لك حكاية بقى. فكني بقى يا نور بقى، مخنوق يا نور. بص يا سيدي، انا كنت ماشي كان في اتنين ماشيين برضو معايا. تمام. اول واحد بقى كان ايه؟ كان ايه ده؟ لا ده كان كلب معدي في النص عادي مفيش حاجه. بس يا سيدي فاهم الاولاني عمل ايه بقى؟ اتصالحوا خلاص. انا بتفرج على طيور الجنه يا نور. لا يا نور انت مش فاهمني يا نور. ولا انت فاهمني ولا انت. هي مش بتحبني. المزيكا خلصت هنعمل ايه؟ لا نعيدها من الاول عادي ما فيش حاجه. يا سلام. شايف البامبرز اللي انا لابسه ده كبير ازاي؟ ايوه. بقالي 3 ايام بعمل كل حاجه فيهم كفي عادي. ايه يا عم ده؟ امال ايه اللي بينقط ده؟ لا ده بتاع التكييف. والله يا عم انت عسل. والله انت اللي عسل. ربنا يخليك. احنا نبقى اصحاب بقى. ليه ما نبقى اعداء؟ نبقى ايه؟ اعداء. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل ده؟ اعداء ليه يا ابني؟ احنا لسه في اول يوم في الحضانه، نبقى اصحاب. ماشي ماشي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي شعبان. ايه ده؟ في اب يسمي ابنه الطفل البريء الصغير شعبان؟ يا عم انا هفضل طفل من اكيد هكبر. لا لا انت باباك عايز يعقدك. يعقدني ايه يا عم؟ امال انت اسمك ايه؟ اسمي نجفه. انا مش هرد عليك. لا لا ده الدلع، انما الحقيقي هشام. هشام. بقول لك ايه ده؟ ايه انت مال سنانك صفرة كده ليه؟ لا يا عم الصفرة. لا انت بتاكل حلويات. لا والله العظيم. لا دي مش شوكولاته. والله ده مش شوكولاته. والله مش شوكولاته. والله ده مش شوكولاته. مش شوكولاته. والله لا. امال من ايه؟ من السجاير. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يخرب بيتك سجاير. خد اقول لك على حاجه، بما اننا بقى بقينا اصحاب. قول قول. انا هقول لك على سر خطير. قول. انا في واحده بحبها قوي قوي. وهي بتحبك؟ بتموت فيا. يا لهوي. اقول لك على سر اكبر. قول. بستني. البت دي معانا في كيجي 2؟ لا في رابعه حقوق. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل الاسطوره اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يا حول الله، ده انت غريب قوي. يا
اما لما انت في كي جي 2 وبتشرب سجاير وبتبوس بنات، اما لما تبقى في ثالثه ثانوي هتعمل ايه؟ هتزرع بانجو؟ يا عم بانجو ايه يا عم انت؟ انا على فكره حبيب الله بجد. اه والله. ليه بتعمل خير؟ خير ايه؟ مش ليه؟ الاطفال احباب الله. ايوه انا طفل ابقى حبيب الله. صح. وانت؟ انا حبيبه العدلي. امال انت فاكر ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ باص المدرسه جه يلا الرمله. يلا اركب اركب. بقول لك اركب وانا هعمل السواق. ماشي تمام يلا يلا. ايه ده ايه ده وقفت ليه؟ اشاره. اشاره ايه؟ ده كمين يا ابني. طب ارمي بقى الوزن التقيل لنتقفل. انا مهما تخنت رفيع وانا مهما عليك مش فوق. يا جيزو. ايه يا يوسف؟ تعالى بقى. انا جاي اهو. ما يستهلوتي ما يستهلوتي ما يستهلوتي. يلا بقى نشغل اغنية حلوة كده ونقعد نرقص عليها. لا لا انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. الاغاني دي حرام. كل يوم تسمعني اغاني وتطلع حرام واخد ذنوب. لا 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 الاغنية دي مش حرام. لا. طب بص لو طلعت حرام قول لي هقفلها على طول. ماشي ماشي يلا. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم انا خلاص كل يوم بتسمعني ذنوب واغاني. انا مش عايز اسمع اغاني تاني. والله انت عقدتني في نفسي. طب اغنيه امبارح كانت حرام ليه بقى؟ يا سلام وانت ما سمعتش كلامها؟ قال في البحر سمكه بتزق سمكه. ايه اللي في الادب دي؟ المفروض السمك ينفي باحترامه ومفيش اختلاط. قالوا عصبت واقف صياد بسبكه. اه صياد بشبكه. ده صياد بقرون اللي واقف ينظم في المليطه دي. استغفر الله العظيم. انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. على فكره يا دي انت اه انت انت يا دي انت 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 متطرف. يعني ايه؟ يعني ارهابي. يعني بوليس هيجي ياخدني من البيت كل يوم زي بابا؟ اه. طب وبعدين؟ ما تقلقش خلاص اصل انت صاحبي. هروح ادافع عنك زي ما بابا بيدافع عن المجرمين واقول له يا سيد القاضي سيب زيزو ده صاحبي والله ومعاه في الكلاس وحلو ومش بيعمل حاجه والله سيبه. كده الحمد لله. الحمد لله. انت حبيبي. انت صديق وفي. انا اصلا فخور ان انت صديقي. بثق فيك. مالك انت طويل قوي يا عم؟ طويل ايه ده؟ انا بالنسبه لعيلتنا عادي اصلا كذب. ده انا اخويا الوسطاني من كتر ما بيخبط في النجف وسطه بايظ. وبابا مش بشوفه بقى، بشوف ركب معديه في البيت. والله عيله غريبه. طب هو بابا مش بيبوسك كل يوم وهو نازل رايح الشغل؟ ساعات بقى بس بطل اطلع له في السباك وهو ينزل الشارع يبوسني ويمشي. امبارح واول ما شفتوش ليه؟ ماما كانت ناطره الغسيل والبوكسر بتاع بابا كبير قوي. قفل العماره كلها، محدش عارف يروح شغله بقاله يومين. ايه ده ايه ده زيزو والنبي؟ طب ممكن ابقى اجي اتصور وانا باكل باباك؟ اه ان شاء الله. انت عارف مين اللي بيصعب عليا في العيله دي؟ مين؟ ماما. ليه؟ قد كده بندوس عليها غلط واحنا ماشيين. معلش. بقول لك ايه؟ يلا بقى نلعب لعبه حلال بقى. يلا يلا نلعب تسابيح. تسابيح؟ انت تسبح وانا ادي عليك. يلا 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 يا زيد. بس خلاص ما تعيطوش. اللي عرفت ان محدش هيعبرنا. يلا
ايه؟ ما تقولش لشعبان ان انا مستخبي هنا. ها حاضر. ولا يا نور ايه؟ ما تقولش لهشام ان انا مستخبي هنا. ها حاضر. قلت له ايه يا حمار؟ هات. ايه ده؟ ولا شعبان يا شعبان هات يا السندوتش يا شعبان يا هات حتة يا شعبان يا ما يبقاش كده يا هات حتة يا شعبان يا هات حتة يا شعبان يا حتة صغيرة يا شعبان يا شعبان هات حتة يا 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 شعبان يا ما تبقاش كده يا يا ما انا بديك يا ده انت يا ده انت حته صغيره يا ده شعبان يا شعبان يا ده قول لهم يا ده شعبان يا ما يبقاش قلبك اسود يا شعبان هات حتة يا شعبان يا ده هات حتة يا ما يبقاش قلبك كده يا ده هات حتة يا ده احنا لسه مصاحبين يا ده هات حتة يا يا ده هات حتة يا ولا يخرب بيت ايامك خد يا عم يا ابن الكبل الطفل ده الطفل الاعجوبه ده خرب بيت ايامك عايز ايه بقول لك ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في مارينا ايه ده بجد اه والله احنا صيفنا في مراسي قذره مارينا احلى لا مراسي احلى مارينا مراسي مارينا مراسي ولا يا نور ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في راس البر ايه ده دي غابه دي ولا ايه دي حتة احلى من مارينا ومن مراسي بس عشان انتوا ما رحتوهاش يا اخويا يا عم اتنين ايه ده ايه ده انا اصلا عمري ما سمعت عن حتة اسمها راس البر دي لا في اصل بابا كان عنده ندوة شعرية هناك وخدنا معاه ايه ده انت باباك شاعر اه انا بابا هشام الكوخ ايه اه يا لا وانت باباك هشام المخ اه والله ده انت بقى جامد قوي زي ابوك ايوه بص لسه كاتب قصيدة هسمعها لك يلا ماشي راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر نقول تاني لا راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر جايلك حابب مش مضطر قمت صحيت الجو حر قلعت البنطلون ايه ده شيء بديهي هو ده الشعر اه طب على فكره احنا بنعرف نقول شعر الباباك هشام واحسن منك 100 مره لا ما بتعرفوش والمصحف بنعرف طب وريني قول له يا شعبان يا قول له ايوه بخير الشعر ده ولا مش شعر بص بقى راس البر دي من الاخر شفت بنقول شعر ازاي راس البر دي كلمه عيب ايه؟ لا راس البر مش عيب، راس صدر هي اللي عيب معروف. اعرف بقى المناطق العيب مش اللي من العيب. عشان انا مش هسافر معاك؟ مش هقعد اسافر معاك؟ حاضر. انت عارف يعني ايه راس البر اصلا؟ ها؟ عارف يعني ايه راس البر؟ ما عرفش ما عرفش ما عرفش ما عرفش بص بابا ايه ده؟ جاب لي معاه سيف بينور وبيطلع اصوات يا نهار ابيض بيطلع اصوات اه طب طلع علينا صوت كده بص بيعمل بيت بوكس ازاي ورينا ايه السيف المعفن ده ما بيطلعش اصوات نظيفه لا بيطلع طب طلع علينا حاجه نظيفه منا 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 ايوه ها 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 ها
لا 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 بس 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 انتوا بتعملوا ايه؟ مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 بس بس كده حرام لا 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 كده حرام لا 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 كده حرام اقعد يا دي اهبل انت يا اقعد اتنيل على عينك هو في سيف بيعمل الهبل اللي انت بتعمله ده قال ايه القرف ده تسلي كده ليه يا دي انت يا انت ابوك مين على البصه دي بقى انا بابايا محمد رمضان ايه ده الممثل ثقه في الله ننجح ده ما شاء الله ده محفظك بقى تقول ايه ايوه طب بقول لك ايه باباك محمد رمضان فعلا ايوه مش ده اللي بيقول اديك في المطر اتمطر واديك في رمضان بيبسي يفطر ايوه يا عم هو ده بابا ده جامد قوي انت باباك مين انا بابايا دكتور ده بيدي ايه ده يديك في الحقنه تعيط خلي بالك ماشي من الاخر بقول لك يا ده شعبان ايه هات ميه ريق ناشف يا ده شعبان يا يا ده شعبان يا يا ده شعبان مالك ماسكها كده ليه يا ده شعبان يا ده هات شويه يا ده ريق ناشف هموت من السبعة في المدرسه يا ده شعبان يا يا ده بقي ميه يا ما يبقاش قلبك كده يا يا ده الميه سوام يا يا ده شويه يا ده شعبان يا ده شويه يا ده شعبان يا ده ما تبوسهاش يا هات شويه يا يا ده هات خنبه يا يا ده اموت يا يا ده هات شويه يا ده شعبان يا عم يا ابن الكعب يا منتن بقول لك ايه ايه ما تيجي نرمي الميه اللي جوه الزمزميه أيوة. ونحط خمره ايه الطفل ده ده طفل عدى كل الاعاجيب يا عم اقف يا عم انت مجنون إيه؟ والله انت دماغك دي هتوديك في داهيه بقول لك ايه ايه هات الزمزميه والمصحف ما تاخدها خد يا دي الزمزميه يا لا خد يا دي الزمزميه خد يا دي الزمزميه يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف ايه ايه عايزه ايه بقول لك انا زهقانه وعايز اخرج تعالى تعالى نروح السينما ماشي تعالى نخش فيلم عنتر وبيسا ايه الانحطاط الاخلاق اللي انت فيه ده فيلم ام يا عم امك مين صافي ناز يا بنت الجامده ايه ده بس مش هينفع نخشه برضه طب نخش فيلم الحرب العالمية الثالثة لا لا فيلم ابويا يا عم ابوك مين الثلاثي هشام وفهم وشيكو لا مش هينفع مش هينفع ندخل الفيلم ده اقول لك على حاجة حلوة ايه ندخل الفيلم بتاعك انت فيلم ايه الفيل الازرق انا مش هلعب معاك تاني ليه بس والله ما هلعب معاك تاني والله نلعب يلا 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 قالوا نلعب نلعب فتاحي يا وردة قفلي يا وردة فتحي يا وردة قفلي يا وردة هنا وردة وهنا وردة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده دي مش بتتغنى كده خالص دي امال ازاي مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 كله ماشي على القضيب يا غبية حاسبي يا ولية رجلك يا غبية يا بنت عيني علي فوق كتفهم جبلين يا غبي قوم يا غبية
لا بره يا غبية. انا هتفرقع اجري. تعالوا عايزه اروح الحمام مش قادره حمام. طب امسكي نفسك كده هتزروقي الدنيا وترتشي علينا كلنا. مش قادره مش قادره لازم اروح الحمام دلوقتي. اف ايه القرف ده؟ حمام ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين الميس مش موجوده ما ينفعش تروحي. وربنا ما اقدر لازم اخش الحمام. طب خلاص خلاص. هو انت مش لابسه بامبر زينا؟ صحيح. ايه ده؟ انت بتلبسي بامبر زينا؟ بجيب اتنين وبفتحهم على بعض زي فاقتنا القديمه. طب خلاص خلاص يلا اعملي. ماشي. جالي خبر حلو؟ بابا عنده شنب وماما عندها شنب. يعني بقى ايه انت امك امال ايه بقى الولاد عندهم شنب؟ الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ضباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه. طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيله ملتزمه جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقناها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده؟ ده انا بتشقت بقى. لا بصي انا ملبس شنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي ده وهم. شنبي سراب. لا اقلع الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ انا هبقى مدرسه زي ماما واعذب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. عمل ايه؟ امك. اسمعنا بس. انت هتدخلي لي قافيه يا بت؟ معلش يا باشا. امي كانت فين من الساعه 7 ل 7 ونص وانا واقف بستناك؟ انت ما قلتني يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. قدامي يا بت على الاسم. عادي يا باشا. قدامي على الاسم. عادي يا باشا. اسويش رامي. امرني يا باشا. اعملي فنجان سيريلاك على ميه ساقعه. حاضر. الغي يا اموره. انا بس اقول على كل حاجه. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. وكمان زيد النبي صلاة. أفضل صلاة وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي. هيا بقى إيه؟ في الولد جاي من مدرسة تانية. الولد دوت أمه بتشتغل نجارة وبتبني عمارة. شوفي الشطارة. المهم يا باشا، اسمي على مقامك. عمته بتشتغل كوافير واسمها سميرة وإيدها كبيرة. عليك نور يا باشا. هي دي حكاية ولا حدوتة ولا إيه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ أيوة. كل ده لغز. يا عزة يا باشا. بس يا بت. أجري يا باشا. وأي كلام في الببرونة كده؟ يلا بت قولي. أقول يا باشا. المهم هيا بقى ماما قاعدة مع أمه وأبوه وبتقول لهم هو هيحصل له إيه في المدرسة بتاعتنا. أذكر كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية؟
الله دي حدوته حلوه حلوه قوي قوي. قومي يا بت بتهزري معايا يا بت بتهزري في التحقيق. بص يا بت تعالي هنا مش عايز اشوفك صدفه والا هلففك الكعب داير على الكلاسات. ادي يا بت اختفي يا بت. ايه ده راحت فين؟ حلوه اللعبه دي. كراويه ده حرام. حرام ليه بقى؟ ما هو مش بيعمل بيبي. لا بيعمل. ايه ده فيه بجد بيعمل؟ بس انا بغيره. ده حرام حرام عشان ده اصنام. ويعني ايه اصنام بقى؟ مش عارف هو بابا قال كده هو حرام. يا عم انت بقى كل حاجه ابوك هيقول لك عليها تقول لنا احنا كلنا ولا ايه؟ بس يا تعبان عشان انت وباباك والسبكي هتخصوا النار مع بعض ان شاء الله. يا هي كل حاجه حرام يا دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تمسكوش ولا تلعب بيه، ماشي؟ ايه بقى؟ ايه السلاح ده؟ ده سلاح التلميذ. لا يا عم ده متوت جزء من شخصياتي. هو حرام يعني حرام. بقول لكم ايه يا جدعان؟ الواد ده والله العظيم شكله في ثالثه ثانوي مش في كيشي 2. ايه رايك بقى انت زي ما قال بابا قبيح شبه اهل النار. طب تعال والله لا تقلق. ايه ده ما تتلبوش بعد كده؟ بس بقى وانا مش موجود. خلاص 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 ما تتخانقوش. بصوا معايا ايه؟ مصاصه. مصاصه. وانا كمان. المصاصه حرام. لا هي مش مستحبه. بص لساني بقى احمر ازاي؟ بس بقى عشان انا زعلان بقى. ايه ده ليه زعلان بس؟ ده انا حتى هغني لك. لا بس بحب الغنى غنى حرام. هاتولي اكل. هاتوا شكرا. ممكن بقى ممكن تغنوا بس تغنوا حاجه حلال يعني تواشيح كده حاجه خفيفه. يلا 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 نغني. قطتي صغيره واسمها نميره شعرها طويل ذيلها كثير. ايه ده ايه ده؟ دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ قطتي ياه قطتي ولا ايه؟ مش صغيره اسميش نميره ولا ايه؟ مش صغيره ولا ايه؟ اسميش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه مش صغيره ولا ايه؟ اسميش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه انا مش صغيره ما اسميش نميره انا مش صغيره انا بقول لك اهو. ما اسميش نميرة انا بحذرك. انا بقول لك ايه؟ استنى انت من فضلك استنى انت من فضلك. حسام حسن لعب من غير خط. انا بقول اهو. هو ده كي جي 2؟ ايوه هو ده. هو ده الكلاس؟ هو ده الكي جي 2. كي جي 2 هو ده. طب اوعى تابع يا عم. طيب يا عم الله الله ده وحش قوي الكلاس ده. الله وفي ناس وفي ايه ده وايه ده ويا ايه ده كمان. الله ايه ده؟ هو ده لبس برشلونه؟ لبس برشلونه. وعندي كمان اللبس بتاع اس ميلانو وعندي لبس بتاع البرازيل وعندي لبس بتاع غزل المحله.
ايه ده انت عندك بقى كل الملابس؟ اه وعندي اللبس كله اصلي، مش مثلا تقليد من اللي هو بيجيبه، لا اصلي مش اللي هو تقليد، يعني عارف اللي هو بيبقى اصلي مش اللي هو مثلا تقليد وكده، لا اصلي بقى كله. كل لبس بيبقى اصلي مش تقليد بقى. طب هو انت ليه مش لابس لبس المدرسه بتاعنا؟ عشان عاوز كده، لان انا بابايا قاعد مع المسات ومع المساطر وقال لهم ان انا عايز اقعد البس اللبس اللي انا عايزه، وهم قالوا خلاص هو يلبس اللبس اللي هو عايزه، عشان هو انا عندي اللبس كله، لان هو بابايا هو قاعد مع المسات ومع المساطر. اشتغل ايه؟ انا بابايا سيد ابو كريكه. اللي هو بيقعد يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، كل شويه يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، وفي واحد اسمه شريف اللي هو بابا برضو اللي هو كان جون، ويقعد يحدف عليه الكوره كده كانه بيبصيها، بس هو بيجيب فينا اجوان. بابايا اللي هو بقى بتاع المنتخب. ايه ده؟ باباك بيجيب اجوان في المنتخب بتاعنا؟ اما مش عارف يجيب في المنتخبات الثانيه. طيب كويس. وهو اعتذر اصلا، اعتذر اللعب خلاص. امال ايه؟ بس انا بابايا ايه؟ وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مريم بنت مسلمين صاحبة الفصل. انت مين؟ انا مريم بنت مسلمين صاحبة الفصل. ايوه، عن اسمك ايه؟ بنت مين؟ مريم بنت مين؟ مريم بنت مين؟ ومين كمان؟ انا هشام. هشام ازيك؟ الحمد لله. انت ازيك يا هشام؟ انا الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس. اخبارك ايه؟ ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الحمد لله. ننزل ولا ايه؟ تيجي ننط في البحر؟ هشام ازاي؟ الحمد لله. وانت ابن ميس من الميس؟ اه من صاحبة الفصل. انت ابن ميس من الميس؟ اه انا ابن ميس من الميس. ابن مين؟ ابن ميس من الميس. بتاعت ايه في الفصل؟ اللي هي صاحبة الفصل. يا صاحبة الفصل كله؟ اه. وانت عامل ايه؟ يعني بتشتغل ايه مثلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا لسه، انا هشتغل، انا لسه. انا بابايا هو اللي بيشتغل. باباك بيشتغل؟ بيشتغل ايه؟ دكتور. لا راجل. والمتعب. لا راجل. هو والله العظيم بيشتغل دكتور. دكتور اطفال نساء. يعني بيعالج البنات صغيرين؟ ايوه. لا انت باباك جامد قوي. هو عندكم مين كمان؟ والواد شعبان صاحبي ده متشرس. لك يا شعبان. انا شعبان وماما حامل. مامتك حامل؟ او بتخبي الفلوس تحت الكومودينو. طب عندك اسرار تاني يا عم بيكو؟ برشم واجيلك. برشم؟ فظيع، طفل فظيع. ايه ده؟ اه والله طفل بس ب 100 راوند. وعندكم حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكره اتش. هو ده، هو ده، هو ده، هو ده، هو ده. ايوه. لو مين؟ انت عزمي. عزمي مين؟ صاحبنا من زمان قوي. من زمان قوي احنا في كيجي 2. مين اللي هو؟ مين انتوا كنتوا فين؟ فاكر لما كنا بنغني مع بعض؟ ايه؟ اللي هي الاغنيه اللي بتقول البطه بتقول كارك والقطه بتنونو والمعزه بتقول ماء والكلب بيهو هو 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 هو. اه لا مش فاكركم. ايه ده؟ لا انا عارف اللي هو العيال اللي كانوا معايا لما كنا بنقعد نغني وبنقعد نقول الكلب لولو يا ما قالوا له بلاش تعض قط الجيران نو نو ده قط شاطر ناصح وماهر وكمان بيصطاد الفيران هو هو. ايوه هو 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 هو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه صح، احنا اللي كنا فاكرنا بقى. لا فاكر خالص. بص انا بقعد العب بالكوره ازاي واللي هو من غير ما ابص عليها، وبص ممكن اشوط فيكوا جامد جدا وما تجيش في حد خالص. اه انا علمك. عزمي عزمي. انا اميره. اميره انت مين؟ انا اميره وماما رقاصه. مامتك رقاصه؟ اه. طب قولي مصاصه. مصاصه. امك رقاصه صح مش هي دي؟ وانا يوسف وبابا محامي. باباك محامي؟ اه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. وانت طفل؟ اه. يا بختك، ده دور الطفل ده صعب قوي. حسيت باللي انت كنت عامله فيا؟ بس خلاص جيتولي في ملعبي.
يعني اعرف اعمل طفل كده؟ اه اعمل يعني ازاي طيب؟ بص اعمل كده ايه؟ ايه؟ بالذوق ليه طيب؟ هي كده بس؟ اه بس خلاص. اه يعني كل ما ابقى عبيط اكتر ابقى طفل يعني. اه يا اهلا، ازيك يا طفل؟ الحمد لله. انت باباك ايه؟ انا بابا محامي. بجد؟ اه والله. اللي هو بيقف جوه البتاع؟ ايوه بيقف جوه البتاع. وبيقعد يقول انا مصر. ايوه. وعايزين له مش اعدام. اه. يا ومين عندكم تاني؟ انا زياد، وانت هتخش في النار. اخش النار ليه؟ عشان عملت ايه طيب؟ عشان الكوره دي حرام. حرام ليه؟ عشان كوره كفر. ربنا يغفر لك. ايه ده يا طويل؟ وانتوا مين تاني؟ انا بابا ظابط. وانت اسمك ايه؟ انا الرائد كريم، رائد الفصل. ايوه ذكرك كريم. عامل ايه يا رائد كريم؟ الحمد لله. يا وشنب بجد. اه يا عم الحمد لله. تعالى بقى. اي حاجه تعوزها قول لي. ده فصل حلو قوي. انا سميه. انت سميه؟ اه. وبابا وماما مسافرين بره مصر خالص. يعني انت قاعده لوحدك؟ اه انا والدادة بتاعتي. طب وزع الدادة بقى وهاجي لكم بقى. ها ماشي، تعالى ذاكر معايا. اه قال يعني نذاكر يعني. اه ماشي يا سميه ماشي. شفت كرايه حصل له ايه؟ مش قادر يا رب، مش قادر ابص. حد يبلغ الاسعاف بسرعه. ايه ده؟ ايه اللي حصل له؟ انت بتقول ايه اللي حصل له؟ بصوا بصوا. ابعد 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 عشان البصمات. محدش هيتحرك. انا بقول لكم اهو لحد ما نلاقي مين اللي قتل كلاوي. قولي لي يا ليلى، الواد ده كان عليه اعداء؟ عليه اعداء؟ لا خالص والله، ده كان طيب. ايوه يعني اتخانق مثلا مع بوجي، مع طمطم، مع عالم سمسم؟ ما هو عالم بقى. لا وهو انت فاكراه طيب؟ ممكن ما يبقاش طيب يا حضرتك. بص يعني هو ممكن يبقى مثلا اللي هو ده يكون مصاحب باربي. اه وبيقابلها تحت السرير. انت مش واخده بالك، الدباديب دي عليها حركات. قال عاملين لعب يعني، بس هم مش لعب. لا لا لا، بيضحكوا حقيقي. لا كرابيا ما كانش كده، كرابيا كان طيب ومحترم خالص. لازم التحقيقات تبقى سريه، دي اعراض دباديب. انت صح يا صاحبي، وعلى راي سيد شيبه الله يرحمه، يا روح ما بعدك روح. سيد شيبة الله يرحمه؟ الله يرحمه. ياه، وعمل ايه؟ مات خلاص اتدفن. يا حول الله. وطب وهنعمل ايه في الدبدوب ده؟ لا لا لا، هو ايه السريه دي؟ اصلا اصلا في حاجه اسمها حريه صحافه. مفيش الكلام ده يا بنت. لا في. مفيش الكلام ده. لا في. ايه ده؟ انت عمالين تتكلموا وتهرجوا وسايبين كراويه بيروح مني، حرام عليكم. واحنا مش هنتصل بالاسعاف، احنا نشوف اي دكتور هنا، مش انتوا عندكم حد بابا دكتور؟ مين بابا دكتور؟ هشام. بابا دكتور. يا هشام. هشام. ايوه هشام، انت باباك دكتور؟ ايوه انا بابا يا دكتور. ايوه انت ايه كبرت مره واحده؟ هشام. ايوه ايوه هشام انت باباك؟ باباك دكتور؟ هو يا دكتور. ايوه ممكن اتصرف في الموضوع ده. ممكن نشوف ايه ده اول؟ انا مبدئيا يا بنت الشرط. ماشي هشام بس. ايوه خلاص. مبدئيا قبل ما انزل كده، الدبدوب ده محتاج نقل قطن عشان تبقوا فاهمين. استنى اما اشوف فصيله قطنه ايه ده بقى. يا نهار اسود. لا انا مش هعرف اكشف كده، انا عايز السماعات لو سمحت. السماعات. اتفضل. مانا مانا لا 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 لا، مانا مانا لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مساعد حمار على فكرة. ليه؟ هو مساعد حمار؟ يعني هو مساعد حمار؟ اه هو مساعد حمار فعلا. هو بيساعد مين؟ انا. وهو مساعد حمار يبقى انت ايه؟ يبقى انا حمار معروف. انت عادي فرحان. انا راجل يعني، وانا اخبي الحمار يقول على نفسه حمار. طب ممكن حد يقول له يا حمار؟ يا سلام. الدنيا يا ابن السمع. انت الحمار السمع. ايوه هي دي. يا سلام. الحاله
نهار ازرق ايه الدبدوب ده اتقتل ايه نهار اسود اتقتل اه يا جدعان يا جدعان مفيش حد خرج ولا دخل من الفصل يبقى اكيد اللي قتله موجود هنا لا عزمي عزمي يا نهار انا يلا نهرب يا هشام لا يلا بسرعه امال قلت لا ليه عزمي ايه لا بقول لك ايه انا بابايا هداف المنتخب انا ممكن اخليه ما يجيبش جوان انا بقول لكم لا لا يا جماعه حرام عليكم ده عزمي حتى طيب واحنا واقفين بنتكلم معاه من الصبح صح مش كده يبقى انا خلاص بقى هاجي لكم خلاص أوه. يا جماعه يا جماعه انا عرفت مين اللي قتل كراويه مين اللي من ساعه ما دخل وبص عليه قال اصناف اصناف اصنام يا حمار اصنام وبعد كده انا قلت اصنام اه بس انا واقف معاكم من ساعتها انا ما عملتلوش حاجه ايوه بس انت ما بتحبوش من ساعه ما شفته وماله يعني ايه ماله يعني ايوه ايوه انت ما بتحبهوش وانت اصلا سرير وانت نوتي 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 كده اه طب بص بقى انا اللي قتلته وعشان هو حرام واي حاجه حرام في الفصل ده انا هقتلها بس خلاص اعترف والاعتراف سيد بس خلاص هو فين؟ أيوه. اعتراف ايوه اعترف على نفسه خلاص ايوه والتاني ايه؟ مع سبق الاصرار ايوه والترصرص ايوه صح يبقى نقبض عليه ولا ايه؟ لا نقبض عليه بسرعه يلا هتوه باباك محامي؟ اه انا بريء يلا هتوه انا بريء اطلع كنت عايز تهلب اطلع بس هو لازم نحاسبه دون اقعد لازم نحاسبه ماما دايما بتقول لعم سامي جارنا اه يا كراوية ده احنا كنا بنخرب مع بعض بنرل مع بعض بنستمع مع بعض ده احنا نزلنا البسين مع بعض مرتين مش مشكله المهم ان احنا ما نتقفش ايه ده يعني ايه ما نتقفش معرفش بس ماما دايما بتقول لعم سامي جارنا انا زهقت منها على الاخر بس بصي خلاص هيجي لها اخر الشهر وهيحكمها مين باباكي لا عم سامي جارنا عشان احنا عندنا محكمه بقى دلوقتي يلا يا نحقق معاه الاول يا حاج ظابط انا عايز اقول له حاجه قبل ما اتحقق معاه بعد اذنك اه يلا روح روح تعالى بص بص تعالى تعالى يا زياد وانت عمال بتقعد تقول ده حرام وده حرام وانت كده هو بتكرههم فيك قال يعني انت ما تقعد تقول ده حرام وتقعد تولع وتخرب احنا هنحبك يعني وتبقى معانا لا مش عايزينك تقعد تخرب مش عايزينك تقعد تقول ده حرام ها بص بص ما دام بابا قال حرام يبقى حرام مفيش نقاش في يعني انا كمان حرام كله حرام لعب الكره حرام اصلا بتبين الركب والركب حرام يعني انا كنت عايز ادافع عنك بس انت تستاهل بقى عايز مساعده حد يا حظابط نعم يلا شوفوا هتموتوه ازاي يلا يلا يعني انت مش عايز تعترف لا مش هتعترف لا طب خد دي آه. برضو مش هتعترف لا. هتعترف ولا اقعدك على الخراره ايه الخراره دي انا هجيب اتنين دول سيستيك وكلهم ووصلهم بويفر فانيليا احط عصايه تحت لسانك والتانيه انت عارف انا هعمل بيها ايه؟ ايه؟ هبدلها عشان بتكسب برضه مش هعترف ايه ده؟ الواد ده مش عايز يعترف ليه؟ يا باشا ما هو اعترف بكل حاجه اصلا في دبدوبين مقتولين في غيط قصب في الصعيد والواد ده اللي هيشيلهم بس احنا ما قبضناش عليه في غيط قصب ما قبضناش عليه في غيط القصب كده بقى في غيط القصب برضو انا مش هعترف التعذيب بتاعك تافه ومش بيخوف يعني ايه طب اختار طريقه طيب بص انت تجيب واحده من البنات اللي في الفصل بس تكون عزيزه على قلبي اوكي وتخلي رجالتك يتهجموا عليها وساعتها انا هضعف واعترف او اضعف واساعدهم مش عارف لا الواد ده يلوح على المحكمه على طول
يلا نروح المحكمة. يلا نروح المحكمة. وأنا القاضي. يلا يلا. أنا القاضي اللي هقعد أحكم عليه. محكمة. سامع حضرة القاضي. يلا هنحكم عليه خلاص. يلا في محامي ليه ولا مفيش؟ نسمع لسه. نسمع شهادة الشاهد الأول. ايه ده وانت ايه ده انت باباك شغال ايه؟ محامي. ده بتاع انا مصر. انا مصر. اه عشان كده انت عارف. آه. طيب انا عايز اسمع شهادة الشاهد. اشهد قول والله العظيم اقول الحق. انا خلصت الكلام اللي عندي يا سياده القاضي. بعد الرغي الكتير اللي هو قاله احنا هنضطر بقى نقعد نحكم عليه. وبس قبل ما نحكم عليه ولازم يبقى في واحد مثلا بيقعد يدافع ويقعد يقول يا سياده القاضي. مين هيقعد يقول يا سياده القاضي؟ اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي الفرصه كي اعلن كل خطاياي امامكم على الملأ. لقد ادركت قانون البزازات وتفوقت عليه، والأكثر من ذلك رضعت منه واتفطمت عليه. أنا مثال للمحامي الطفل برضو. أنا أكثر تفاهة مما يتخيل الناس جميعا. الناس عارفين عادي يعني. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا. أغيثونا أغيثونا ورضعونا وأغيثونا. يا والله صعبت عليا. تأثرت فيك؟ اه تأثرت فيا خالص والله. يا حكمت المحكمة على المتهم الطويل جدا بالحرق. هنولع فيه. هنولع. حرية حرية يا جدعان. اسكت اسكت يخرب بيتك. حرية يا جدعان حرية. الحقيني. ايه يا عم في ايه اللي حصل؟ وانا ماسك البلوتوف وجاي احدفه راح خبط في الشباك اترد فيا راح مولعني. حريقه حريقه. اسكت اسكت بقى. الحين مساء الخير. ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت ماسك البلوتوف وجاي احدفه كده راح لبس في الشباك وترد فيا راح مولعني. حريقه الله يخرب بيتك. حريقه عليك. الله يخرب بيتك. وحريقه ولا 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 حريقه ولا ولا ولا. ايوه قولي بقى مساء الخير. ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا مذيع من قطاع التلفزيون. ايه ده مسبيري كلها جايه تطمن عليا. الله قولي ايه اللي حصل؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك والله. ايه ده؟ استنوا 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 استنوا. انا هجيبه انا هجيبه انا هجيبه. ايه اللي جابك المسرحيه دي؟ مش دي مش دي. مسرحيات دخلت في بعض كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ ايه ده ايه ده؟ ايوه حضرتك ادوني. استني المبنى بتاعهم. حضرتك اديني 300 جنيه. ها؟ ايوه عشان خاطر اولع في عربيه الشرطه. ايوه. طب ما تاخد 300 جنيه وما تولعش في عربيه الشرطه. لا طب حضرتك ينفع تديني 250 جنيه اولع في العربيه وبعد كده اطفيها؟ طب خد 150 وطفيها. ايه يعني مين اللي هيحاسب؟ اهي هي انت. ايه يا جدعان ده؟ يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش. انتوا اللي حفظتوني الكلمتين دول. انت هتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك انا اي حد هيجي يولع في عربيه الشرطه انا هولع فيه. انا بقول لك اهو. انت هتولع؟ اه. اللعبه دي وحشه. عارف احنا نلعب عريس وعروسه. نلعب عريس وعروسه؟ اه عروس وعريسه. وانت تلعبي ايه؟ العب عريسه. تلعبي عريسه؟ من عند احمد عجمي. انت بتقولي اي كلام؟ ايوه اي كلام. يلا نلعب. مين احمد حسنين؟ الواد ابو الشعر ده. تلعبي انت وهو؟ اه. طب واحنا نقعد نتفرج. ماشي. انت بقى عندك نون في بطنك. النونة دي مش نونتي. والله العظيم نونتك. مش نونتي ونعمل لها تحليل دي ان قطن دلوقتي حالا. والله نونتك باينة في السمارة اهي.
مش نونتي. نونتي مش نونتي. بس هسقط لهلك. ما تسقطهاش. هسقط لهلك. هو عشان امك مدرسه تسقطيه؟ ايوه انا هسقط لهلك. ما تسقطهاش. اسكتي. هو هيتكلم؟ ما هيتكلمش. هيتكلم؟ ما هيردش. هيرد؟ ما هيردش. هيرد؟ ما هيردش. ما هيردش. هيرد؟ ما هيردش. ليه؟ ما فيهش حضارة. قولها تسكت. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. 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 هتعملي لو نمت يوم وصحي ولقيت أقرب ملك في الدنيا مش حوالي؟ اللعبه دي حلوه. انا عايزين نلعب لعبه ثانيه. نقعد نلعب ايه بقى؟ انا اقول لك بقى نلعب ايه. نلعب ايه؟ يلا نلعب مسلسلات. مسلسلات؟ اه انا بحب المسلسلات. طب نلعب مسلسلات ايه؟ بتاعه رمضان ولا بتاعه شعبان؟ لا نعمل مسلسلات بتاعه بابا شعبان اللي هو في رمضان، اللي هو رمضان ابو شعبان. ايوه نعمل ده، اللي هو اسمه ابن حلال. ابن حلال؟ اه نقعد نعمل ابن حلال. طب وانت هتعمله؟ يعني انت هتعمله؟ طب واحنا نتفرج؟ ماشي. يلا تعال نتفرج. تعال نتفرج. انا هعمل دول هلا فاخر. لا انا اللي هعمل هلا فاخر. حنان هتجيب لنا العار يا ام جرجس. سيب البنت تتبحبح. تتبحبح ايه يا وليه يا سفلن؟ بقول لك البنت هتجيب لنا العار. يعني ايه المشكلة؟ طيب وانا والله لو في سنها كنت خربتها. خربتيها بشنبك ده يا ام وحبيشة. يا ام وحبيشة الحقي يا ام وحبيشة. ايه؟ في واحد مخبي وشه ومداري نفسه خالص ومستنيكي في الشقة. مين؟ حبيشة. حبيشة مات يا مسكر. لا ما ماتش. مات؟ والله ما ماتش، أنا شفت الحلقة كلها على اليوتيوب. حبيشة عايش يا وليه يا موزة. طب يلا. والمصحف عايش. حبيشة صاحبي. حبيشة؟ اتوحشتك قوي يا ولدي. ايه ده؟ اتوحشتك قوي يا ولدي. عامل ايه يا امه؟ الحمد لله. بيقول علي اسود يا امه وشبه الميكروباص المحروم. ليه يا امه خلفتيني اسود؟ يا ولدي احمد ربنا، لو كنت اعتمدت على ابوك لكنت جبت ابيض ولا اسود. عندك حق يا امه. انت ايه؟ الداخلية يا صاحبي. الداخلية. الداخلية يا صاحبي. ما تقلقيش. الخارجية يا صاحبي. الخارجية يا حبيشة يا صاحبي. ما تقلقيش يما. السياحة. السياحة يا صاحبي. ما تقلقيش انت يما. تعالي بس انت الداري. يا مراحب بالدخلية. ايه يا حبيشة عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم بس مدوخنا، ادينا جبناك يا عم الصايع. اشهد يا اهل عزبة الصعايدة، الدخلية جم لحد هنا وما عملوش حاجة، عادي، واشهدوا اللي مع صعيدي يتورط في سجايره هيفرط. صباح الفل يا باشا. الساعة كام يوم؟ الساعة 7. الساعة 7، ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ السجاير دي مش حلوة. مش حلوة؟ كنت هتقول ايه؟ انت عايز ايه انت؟ ايه؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ لا مش هقتلك. بس ايه اللي في ايدك ده؟ ده مسدس. المسدس حرام. لا
عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولدي. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا عميش يا صاحبي. عاصم يا بصدر. عاصم يا بصدر. انا موت نفسي يا عميش. عاصم يا بصدر. في ايه يا عميش؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. انا حبيشه يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. ايه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. انت ما متش؟ لا الحمد لله. طب ما ادري كم حلقة؟ 30 حلقة قاعد بتنسى. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روق مخك يا صاحبي. ايه ده يا دلع؟ انا مسكر. الدلع يا حبيش الدلع. خلاص طالما غيرت الاحداث يبقى انت اللي هتيجي معايا الكباريه. هاجي ما اجيش ليه؟ بقول لك ايه يما؟ ايوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولد. لقيتوا حنان يا حبيش؟ ايه. اغسل عارك وهتهلا مل عيني منيه. ماشي؟ بتخوفيني ليه يما؟ بتخوفيني ليه؟ يلا يا مسكر. يلا يا صاحبي. حبيشي؟ يعني بعد ده كله ماتت من الخضة؟ يلغى بعدك. تعال مسكر شيء. نعم. أشيل إيه يا حبيش؟ أنت اتجننت في مخك يا صاحبي. أشيل إيه يا عم؟ خد اكتب الرقم ده. قول زيرو الف. زيرو الف. الفين. ده رقم ايه؟ الونش. انت جاي تهرج يا صاحبي. اشيلها ازاي يا صاحبي؟ لازم نودي حنان امي تشوفها. ما تشوفها. انا مال ام انا. خلاص انت امي تيجي هنا اسهل. طيب يا ام حبيشه. يا ام حبيشه. في ايه يا مسكر؟ هنعمل المشهد ده هنا عشان مش هنقدر نشيل حنان بنتك عشان لقيناها. ليتوا حنان؟ ايوه وغسلنا العار وغسلنا هدومها ريحتها تقرف يا صاحبتي. يلا حنان. حنان جايالك يا بنتي. حنان. حنان. حنان قومي اعملي شاي لحبيشه يا حنان. 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 شاي يا كريم ده اصله كريم ومهما العمر قلبيكم مصيركم للتراب راجعين دنيا وقالوا عنها زمان ما ليها امان وما بتعملش اي احسان لمال ولا جه ولا السلطان لما ما تحسش بيا. يلا هادي يلا ابوك مات مبلول. ثقه في الله هننشف. ايه حلو قوي. حلو المسلسلات ده. احنا نقعد نعمل بقى مسلسلات طول الكلاس بقى. لا لا اللعبه دي مش حلوه وحرام ومش هنلعبها تاني. ليه يا عم؟ انت كنت عامل ظابط وكنت ماسك مسدس وعمال بتضرب الناس. لا انا مش عايز اعمل دور ظابط. وانت عايز تعمل دور ايه؟ انا نفسي ابقى اكبر كواد في الوطن العربي. لا لا بجد بجد انا نفسي افجر نفسي وادخل الجنه ابقى ارهابي. يعني انت عايز تبقى ارهابي؟ اه. وتفجر نفسك؟ اه. ماشي احنا هنخليك تفجر نفسك بس تفجر نفسك بره الكلاس.
مين؟ ما تفجرش نفسك جوه الكلاس عشان احنا مش ناقصين. هاتوله المتفجرات، هاتوله المتفجرات بسرعه. لفوله المتفجرات، خد لفها دي حوالين وسطك او حوالين رقبتك. يلا حوالين انا حاجة. هفكر نفسي. يلا روح باي فكر باي. نفسك يلا بره الكلاس. خلصت منه. مين؟ انا زياد، افتحوا لي بقى. يا زياد انت مش فجرت بنفسك، مش عايزينك في الكلاس معانا خلاص. ايه ده؟ لا لا افتحوا لي وانا مثل هقول لكم حرام وحلال خلاص. لا خلاص روح اي حته تانيه غير الكلاس بتاعنا. اروح فين مع قطر اتملت اساسا؟ روح تركيا، روح اي حته هناك، سيبنا هنا، احنا مش عايزينك يا سيدي. حلوة اللعبة دي؟ خلصنا من زياد؟ نلعب بقى براحتنا. لا لا ثانية واحدة، ثانية، احنا لعبنا كتير قوي، احنا تعبنا. يعني نعمل ايه؟